فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم تبييت النية لأجل صيام الست من شوال؟ نعم، هل يلزم تبييت النية لأجل صيام الست من شوال؟ لا، يجوز أنه يصوم لو ما بيت النية. صيام التطوع يجوز بنية من النهار، صيام التطوع يجوز بنية من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر. إنما تبييت النية هذا للفرض خاصة. نعم.